أنا يوم من الأيام احتاجت لي فلوس، أي وأروح صوب سوداني خوي السوداني يبيع الغنم. جيت السوداني السلام عليكم السلام، قلت أبغى لي طلي، هو دائما يعطيني دي قال أبشر الموجود كم الطليبة؟ قال والله 1250. يا سلام. عندك هنا؟ قال ما بهلا ذا قيمة، خذ بذا قيمة، واخذ 1250. خذيت الطليبة وأروح صوب محل ثاني، قلت أبي بيع الطلي، تزاودوا عليها عندك وصلوا 700. 700 700 ريال وتشاريفها 1250. ايه محتاج فلوس. قلت ابغى زود القيمه، ابغى ربه يزود القيمه. قال لا ماني مزودها، عندك 700 تبغيها، هذه كاش الحين. قلت هات يا رجال. خذت 700 ورحت، واروح ادخل ذاك المستشفى، قال والله عين ذاك المصري اللي معه مرته تعبانه، الله تصيح من الوجع. جيت قلت السلام عليكم يا ولد ايش عندك؟ قال والله المره هذه كذا الله يبغى يفتح ملف للدكتور. قلت كم الملف به؟ لا عندك 1400 الملف وعلاجات وكذا. قال انا معي 700 وانا ابغى لي الوازم واخذ لي اغراض محتاجها. قلت يا ولد الله بيعوضني، اقولها في راسي، قلت الله بيعوضني خلني ادفعها وادفع ال 400. دفعت 400 واطلع بيض الله وجهك والله جزاك خير، قام يدعي لي واروح. بقى معي 300 قضيت بها الوازم. يوم جاء بكره اليوم الثاني، الا انا مشارك في من ذا المشاهير السوشيال ميديا اللي يقول لك علق عندي ما ادري وش وهديه ولك جائزه، ما ما انت بخابر السحب يجيك ومبروك لك القيمه. كان السحب على 3000. يوم جاء بكره الا والله اني ما عايم في جوالي على الرساله اللي جاتني، مبروك اعطنا رقم حسابك. يا سلام. اللهم الرقم الرجع. حتى اني يوم شفت الرساله ما صدقت وادخل مبروك وش ما ادري ساجل اني مشارك. والله دخلت اللي يقول مبروك فزت معنا بدقيقه، وادخل ابغى اشوف حساب الرجال وشنو فايز به. الله كان السحب 3000. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اعطيه رقم حسابي ويحولها لي بكره. الله يوم جتني 3000 رحت سددت راعي الطلي وبقى معي فلوس زياده قضيت بها الوازم اللي انا ابغاه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا دليل على ان العطاء ان تراه يتعوض. صحيح. لذلك صديقه عوضها وين؟ عوضها عند الله سبحانه وتعالى. عوضها في الاخره. صحيح. انت الحين تقدم في دنياك بتعين في اخرتك اللي انت تقدم في دنياك. يقول تغ النار لو بشق تمره. صلى الله عليه وسلم يقول تغ النار لو بشق تمره. يعني ادفع الشيء البسيط او قدم الشيء البسيط تراك بتعينه عند الله اجر كبير. صحيح. وهذول ايتام يعني وهم يعني بيجي العيد وبيفرح بنفرح كلنا، وهالايتام يعني ليس لديهم اب يفرحهم، صلى الله ان يرحمهم جميعا. وان شاء الله ان احنا كلنا نقدر ان نساعدهم ونفرحهم من خلال مساهمتنا في هذا الوقف ومن خلال الدخول ايضا على الباركود اللي موجود على الشاشه. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح.